معكم، معكم جمال عواد عميد شباب عوارة. الحمد لله اليوم فرحانين بهذا الصعود اللي بصراحة جا عند واحد الموسم اللي صعيب صعيب بزاف، ولكن الحمد لله كان الرجال تقاتلنا حتى لآخر دقيقة في الموسم، والحمد لله جبنا الصعود المدينة الداخلية اللي بصراحة كان واحد المقابلة اللي كانت صعيبة بزاف بزاف، وحتى الفرق المنافسة اللي كانت يعني سارشة كانت كتنافس حتى هي على الصعود اللي، ولكن الحمد لله كان يعني كلشي بين ايدينا، حنا خاصنا اننا خاصنا غير نفوزوا ونحقق الصعود، هذا يعني كان كلشي حسب المسؤوليه، والحمد لله ما خيبناش الله، وعزيمه الرجال كما قلت لك يعني اللعابه كانوا في نهار وكانوا رجال وكتقاتلوا حتى لاخر دقيقه في المقابله، والحمد لله يعني انتصرنا فيها وجبنا التاهل المدينة الداخله. هاد الصعود كان هديه للجماهير الهواريه بصفه عامه، وجيالو بازي بصفه خاصه اللي بكل صراحه يعني قاموا بواحد الدور اللي كبير، واحد التغيير اللي قاموا به والمسانده ديالهم. كان نادي المكتب المسير لانه بصراحه جا في مده قصيره بواحد المده ديال 6 شهور، وانه كان الفريق كينافس على الباقه، والحمد لله يعني تسلقنا مراتب اولى ولينا كننافس على الصعود، والحمد لله يعني تحقق الصعود تحقق المبتغى، وهذه هي الا بدايه، وان شاء الله لا خوف على شباب هواره، ولكن وجب يعني فعاليات المدينه والرجالات ديولها والمجلس البلدي انه يوقفوا جانب هذا المكتب المسير اللي بكل صراحه مكتب شاب، مكتب باغي يخدم باغي يوصل الفريق لاعلى المستويات ان شاء الله. يعني العام الجاي ان شاء الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ديما هوارة وديما thank you.